اللي أقصده يعني إن حياة السينما بتطفي عليك وعلى التزامات حياتك اليومية متاعب تانية؟ يمكن لأن بيبقى يعني النطاق اللي الواحد بيتعامل فيه أوسع من أي فرد عادي، لكن أنا شخصيا ما بحسش إن اللي بتعامل معهم عموما يعني في فرق بين إن أنا إن في فرق، إذا أنت ما اللي بحس إنهم بيعملوني أنا بإحساسي وب ونادية لطفي نادية لطفي يعني.